ثواني حاضر ثانية واحدة يا جماعة، احنا قاعدين هنا من امبارح، مفيش ضابط جه كلمنا، محدش جه علينا، مفيش حد اتضرب، احنا قاعدين سلمية من الآخر. أي حد يقول لك حد اتضرب حصل بلطجية يبقى كذاب. احنا قاعدين سلمية لغاية لما المحاكمات تتحقق وأهداف الثورة كلها. أنا مش عايز حاجة، بس مين الكل؟ هنشدش المايك مع بعض. المحاكمة السلام عليكم جميعا. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي امبارح كان السيد المحترم نائب رئيس الوزراء عامل مؤتمر في نادي الاتحاد الاسكندري بالاسكندرية، وتقدم له بعض الاسئلة لماذا الاشهار عن قتلة الشهداء او قتلة المتظاهرين؟ وقت السيد المحترم هو يفتح السجن، يفتح باب السجن للمساجين. السؤال بتاعه يرد عليه ايه؟ يقول لي الشغل ده شغل النيابة. امال مين بيشتغل؟